السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي كل ما افتح الكمبيوتر بحس ان هو بطيء، ممكن في برامج كتيرة بتشتغل في الستارت اب اول ما بيفتح، فانا مش فاكر اسم الامر اللي يخليني اتحكم في حاجة زي كده. فهروح هنا للكوبايلوت واسأله، مثلا ممكن تسأله بالعربي او بالانجليزي، كيف اتحكم في البرامج التي تبدأ العمل مع بدء الكمبيوتر. ممكن تسأله بالمصري حتى لو حابب. هو هيبدأ يقول لك اسم الأمر ويبدأ يديك الطريقة عشان تعمل حاجة زي كده. وبالعكس في بعض الحاجات هو بيعملها بنفسه، يعني لو قلت له غير لي الخلفية ممكن يغير لك الخلفية، الحاجات دي كلها تمام. فهو بيقول لي من ستارت سيتنج اب ستارت اب، تمام. يعني ممكن اجي هنا واروح قايل له ستارت اب على طول، اهو جاب لي الستارت ابس، تمام. دي البرامج اللي هي بتبدأ اول ما الكمبيوتر يفتح، فانا اقدر ان انا اعرفها واتحكم فيها مجرد انت تشيل العلامة من عليها. يعني زي ما انت شايف في حاجات كتيرة، مثلا زي الادوب مثلا مش محتاجه، اني ديسك مش محتاجه، لما احتاجه هفتحه، تمام. فاقدر اشيل الحاجة اللي انا مش محتاجها وهسيب بس الانتفايرس، لان الانتفايرس انا محتاجه طول الوقت. فبالشكل دوت ده هيخلي الكمبيوتر معايا سريع. السكايب مش محتاجه، الريفت مش محتاجه، لما احتاجه اشغله. برضه الموبايل ديفايس لما احتاجه اشغله. يعني ممكن الكمبيوتر يفتح 20 30 مرة وانا مش مستفاد منهم، انا لا انا محتاجه ضروري معايا الانتفايرس عشان يبقى شغال معايا في الخلفية، تمام. طيب دي كده حاجة لازم ان احنا نعملها. ممكن بقى هنا ممكن يمكنني تغيير العادات المتقدمة. هو بيديني بعض الاقتراحات لو انا عايز ان انا اتحكم بشكل اكتر، تمام. فتقدر انت تختارها. الجميل ان انت ممكن تضيف له صورة لو انت حابب، ممكن تتكلم معاه صوت ويرد عليك برضه صوت وكتابة زي ما انت عايز. ممكن تقول له افتح لي الكوبايلوت ده على المايكروسوفت ايدج المتصفح. ففي شوية امكانيات كويسة جدا. في بلاجنز تقدر انت تضيفها على اساس تديك اجابة متخصصة اكتر. فكل دي خدمات بقت موجودة مجانا في الويندوز معايا.